بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة عجيبة بيني وبين كابتن حمادة إمام، والد حازم إمام. كلنا عارفين كابتن حازم إمام، لكن أنا بيني وبين كابتن حمادة إمام قصة عجيبة جدا. يعني صداقتي لحازم إمام ده موضوع، بس والده كابتن حمادة إمام حصل بيني وبينه موقفين في الحياة، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع الناس بطريقة عجيبة. في فترة من حياتي أنا كنت عايش في لبنان، وفي الفترة دي أنا ما كنتش باجي مصر، ما كنتش يعني سنة 2002 ل 2005 أنا ما كنتش باجي مصر خالص لظروف يعني لا داعي للخوض فيها. فعايش فين؟ كنت عايش في لبنان في الوقت ده. كابتن حمادة إمام كان بيجي لبنان. بيجي لبنان يعمل إيه؟ بيجي لبنان عشان كان ساعتها البلاي ستيشن اللي الولاد بيعملوه لازم يتسجل صوت معلق علشان وهم بيلعبوا يسمعوا صوت التعليق. فكان بيجي كابتن حمادة إمام في لبنان يسجل بصوته التعليق، وكان بيحكي لي ازاي البلاي ستيشن دي بتتسجل. فمثلا يقول، هو بيقول لي عشان برضو احكي لكم، يعني الكوره اوت يسجلها بكذا نبره، فاول لما تكون الخبطه جامده، عشان الكمبيوتر بطريقه ذكيه يميز الصوت ويحط كذا الصوت في التعليق المناسب ليه. المهم كابتن حماده امام انا موجود في لبنان وهو جه لبنان، اتقابلت انا وهو، حصل منه موقف عمري ما هنساه. كان ابني علي لسه صغير، كان 5 سنين أو 6 سنين، على كمية الحنان اللي كابتن حمادة إمام كان بيديه لابني علي، علشان هو بعيد عن بلده وعلشان مش موجود في وسط عيلته، كان يجيب علي ابني وهو مش محتاج وهو عنده شغل وعنده حاجات كتيرة يعملها، يقعد ابني علي على رجله ويقعد يحكي له إزاي هو بيعمل بصوته البلاي ستيشن، يقول له بقوم أعملها كده جون ويمثلها له. لكن بقى لو الجون حلو قوي، جون 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 جون، وعليه صغير قوي يضحك وينبسط. عليه يتأثر بيه قوي وبقى بيسألني طب هو جاي تاني امتى، طب هو ما جاش ليه. يقوم كابتن حمادة إمام يجي تاني لبنان عشان يسجل، يقوم عليه يستناه علشان من كتر العاطفة اللي بيديها له. كنت أعمل إيه؟ أبص كده بعناية لكابتن حمادة إمام وهو بيلعب مع علي ابني وأقول أنت بتعمل كل ده عشان ابني في الغربة؟ يا رب أردها لك في يوم من الأيام. ويبدو أن يا رب أردها لك في يوم من الأيام بحلاوة نيته وحلاوة نيتي تلف الأيام، ويبطل كابتن حمادة إمام يجي لبنان لأن خلاص، ويكبر علي ويمكن ينسى الموضوع. وأنا تاخدني الحياة وما تقابلتش، ساعة تقابل مع حازم لكن ما تقابلتش مع كابتن حمادة إمام، لغاية في يوم توفى كابتن حمادة إمام وأنا رايح المسجد علشان نصلي الجنازة وبس. طب وانا كان تخطيطي ايه؟ اصلي الجنازه واروح. صليت الجنازه وانا طالع الاقي العربيه اللي فيها الجثمان بتاع كابتن حماده امام قدامي، والله يا جماعه قدامي بالظبط. الدنيا كانت زحمه جدا وانا خلاص اديت واجب العزاء وماشي، الاقي عيني في عين حازم امام وبص على العربيه، حازم امام راكب جوه العربيه والعربيه فيها كابتن حماده، والاقي نفسي بقول لحازم انا جاي معاكو، انا ما كنتش ناوي اروح المقابر، أنا جاي معاكم. ولقيت نفسي راكب جوه العربية ومش عارف أنا إيه اللي جابني هنا، ولقيت نفسي في المقابر، والأكتر من كده لقيت نفسي بدفن كابتن حمادة إمام وبدعي على قبره. وفي اللحظة دي افتكرت رغم أن أنا كنت نسيت، افتكرت كابتن حمادة إمام وهو بيلاعب ابني علي، ولقيت نفسي بفتكر كلمة يا رب أقدر أردها لك في يوم من الأيام. يا سبحان الله، يا ترى اللي حصل ده بسبب دي؟ سبحان الله. بسمة أمل للخير اللي بين الناس، بسمة أمل لكل حاجة حلوة هتعملها لازم ترجع لك، بسمة أمل إن ربنا يعينك إنك ترد شيء من الجميل لواحد أكرمك في موقف صعب، بسمة أمل لله يرحمه كابتن حمادة إمام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.